السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله نكملوا السيري ديالنا ديال ليزيكزيرسيس الخاصة بلغة البرمجة سي. في لا فيديو اللي فاتت كنا بقينا في ليكزيرسيس نيميرو 4. نيميرو 4 كيقول لنا يعني نكتبوا واحد البروغرام كي لي اون نومبر اونتري او كلافي، عندك ما عرفناش شحال من نومبر يكون، ولكن داك يوتيليزاتور هو اللي يعطينا ديك ان، هو اللي عارف هو اللي يبغي شحال ما بغى يدخل من نومبر غادي يعطينا ديك ان. وحنا هادوك لي نومبر اللي دخل لينا غنافيشيو لا سوم لو برودوي والمويان ديالو. بون قالك شوازيسي ان تيبا بروبري، قلنا غنخدمو بفلوت، ما نحتاجو لا فيغول اولا بدبل، و لو نومبر ان اي ا اونتري او كلافي بيان سور. نخدمو بوايلد وايل وفو، نبدا على بركة الله نمسحو هاد الشي هدا ونبداو ناخدو بعدا داك لو نومبر ان، وفين ما احتاجينا شي فاريابل نديكلاريو. مشيو على الله، برينت اف دوني لو نومبر دي نومبر اونتري دوني ان ديريكت. نجي نديرو هنا سكان اف، بيان سور لو نومبر غيكون اونتي، ميمكنش يقول لنا ندخل لكم 4.5، ميمكنش 4.5، يعني ميمكنش لو نومبر غيكون باين. دونك نديرو وايل، نحتاجو واحد الفاريابل ديفيرون دي ان، ديك الفاريابل اي لي غنحتاجوه نجيو نديكلاريو، و هداك الفاريابل لي غنحتاجوه يبدا لنا من زيرو. شنو غادي يدير اسيدي؟ غنقولو اسيدي برينت اف اونتخي ان نومبر، داك لو نومبر لي بغا يدخل لينا يدخلو كيف ما كان، مكيهمناش. حنا بالنسبة لنا غنعتبرو فلوت، نسميوه مثلا بي، بما أننا نحتاجو بي غنديكلاريو فلوت. تسمي هنا مزيان، نحتاجو دابا واحد لا سوم لي غتساوينا سوم بليس بي، واحد البرودوي لي غادي يساوينا برودوي بليس بي بيان سور سوم برودوي، نديكلاريوهم تاهما دي فلوت. سوم غي هما غادي انيسياليزيوهم زيرو، سوم تساوينا زيرو، ولكن البرودوي غادي برودوي غنانيسياليزيو في اف، ميمكنش انيسياليزيو برودوي في زيرو، لان اي عدد ضربناه في زيرو غادي يعطينا زيرو، يعني داكشي علاش كنانيسياليزيو في اف. واخا نضربو في اف ما يكونش عندنا بروبليم هنا، باردو ماشي بليس هنا ضرب. ومن بعد نجيو نديرو برينت اف، نجيو بعدا نحتاجو واحد لا مويان تا هو ما انيسياليزيش، لأننا هنا غنعطيوه لا فالور ديالو مويان كتساوي لنا سيدي هي ديك سوم سيغ ان. بيان سيغ لا مويان هي المجموع مقسوم على ان. هنا نجيو نديرو لاس باردون لا سوم كتساوي ليا وان وان دو اف، لو برودوي كيساوي ليا تا هو وان دو اف، اي لا موايان كتساوي ليا تا هو وان دو اف. حضرو تو الانين لولا قلنا هي سوم، ثانية برودوي، ثالثة لا موايان، و بوان فيغول ا لا فان. هو الكود ديالنا، نشوفو نبدا على بركة الله مكان عندنا شي ايرور غادي يبان. صوم عندك لا دوي بيان سيغ، انا نسيت واحد الدور هادي عطاني ايرور،
غنجيو نيكزيكوتي كسيدي شحال من نومبر مثلا حنا بغينا ندخلو 5 ديال لي نومبر ندخلو له مثلا 1 2 3 4 و 5 الصومة تكون 15 البرودوي جوج 6 24 120 جوج 3 4 5 وي درنا واحد الايرور كنا نبقاو في بوكل انفيني عرفتو علاش كنا نبقاو في بوكل انفيني ان اما تتانكري مونتاج يعني ضروري خصنا نجيو نديرو اي بليس بليس باش نزيدو في اي دونك قلنا نديرو 1 فقط وهنا نسينا بورسنتاج هنا يعني كانت تتافيشي لنا غير بحال هكاك وهنا نسينا بورسنتاج دابا هاد الكود ديالنا يكون هو هذاك نجيو نديرو 5 مثلا 1 2 3 4 5 كما كتلاحظو لا صوم تساوينا 15 لو برودوي 120 الى موين 3 15 يعني التوتال 15 مقسوم على 5 هي 3 كما كتلاحظو الكود ديالنا خدام صحيح نعاودو تاني نديرو 5 ممكن دير 13.2 1.3 18 0.2 وتسعود مثلا لاحظو البرودوي ها لا موين ها لا صوم كلشي صحيح بغينا نخدموه بدو واي دونك كوبيو هاد الواي اللي عندنا ونجيو دو واي لون واي بحال بحال تقريبا غير في عوض ما نديرو هكاك نديرو هكا دير ليا هادشي محد اي ديفيرون ان اون فوا اي تساوي هي و ان غتخرج عليا عطيو نفسي 5 1 2 3 4 5 واحدو 15 120 3 دابا خصنا نخدمو هادشي بالفور فور فور اي تتساوي ليا 0 اي اصغر من ان اي بلس بلس واحدو شحال غادي نختصرو في الفور كتبنا مسحنا سطر وكتبنا سطر ونزيدو نمسحو هادشي كامل ونهزو هادشي وندخلوه وسط الفور ونجي من بعد اكزيكيتي لاحظو غيقولي مثلا 5 1 2 3 4 5 لاحظو نفس الريزولتا ولكن كما كتلاحظو في هاد اللوكا هادي الفور حسن بالنسبه لنا فهاد اللوكا بانت لي انا الفور حسن و سيميو و كنا قلنا في الدروس بانه فاش تكون عارف لو نومبر دي تيغاسيو سيميو تخدم فور ما كنتيش عارف ديك الساعات كتخدم الوايل ولا فهاد اللوكا واخا حنا ما كناش عارفين في الاول ولكن فرضنا عليه يدخل لينا شحال وما فرضناش عليه ديك الساعات ضروري خصك تخدم الوايل ولا الدوال ولكن بما اننا فرضنا عليه يعني من الاول يدخل لينا هذيك ان يعني واش 5 واش 10 الارقام هاد دخل واش 60 يعني ديك الساعه بحال كتولي عارف يعني من الافضل انك دير فوق المهم الى هنا كينتهي ليكزارسيس ديالنا نشوفكم في ليكزارسيس الجاي ان شاء الله غنخدموا هاد ليكزارسيس سنين راسم 5 اللي قد سيدي كالكولي دي سوستراكسيون سكسيسيف يعني نخدموا نحسبوا الكوسيون ولا ديفيزيون ديال واحد دو زونتيير ولكن ما نخدموش بالقسمه غنخدموا بار دي سوستراكسيون سكسيسيف يعني نبقاو نخدموا بالناقص ناقص 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 حتى نساوي نشوفكم في الفيديو الجاي وإلى اللقاء.